يعتبر مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI الهيئة الرئيسية لمكافحة الجريمة في الولايات المتحدة، وترتكز أولوياته على حماية البلاد من الإرهاب وعمليات التجسس الخارجية والهجمات الإلكترونية ومكافحة الفساد والجريمة المنظمة وعمليات الاغتيال، كما يتعين عليه ضمان الحقوق المدنية. تأسس مكتب FBI عام 1908 واكتسب أهمية خلال فترة الكساد الكبير التي غدت موجة كبيرة من الجرائم عمل على مكافحتها عملاؤه، غير أن المكتب برز عالمياً بفضل أدغار هوفر الذي تولى إدارته عام 1924 وقاده بيد من حديد طيلة 48 عاماً حتى وفاته عام 1972. ويتخذ FBI من واشنطن مقراً له، وهو يضم اليوم 35 ألف موظف من عملاء خاصين ومحللين في مجال الاستخبارات ومتخصصين في اللغات وعلماء وخبراء في المعلوماتية. ما انفك دور المكتب ينمو، ومنذ اعتداءات 11 من سبتمبر 2001 باتت مكافحة الإرهاب شاغلاً رئيسياً له. إثر ذلك تضاعف عدد المحللين في مجال الاستخبارات 3 مرات، وتحول محور تركيز المكتب إلى العمل على تجنب حدوث الاعتداءات بدلاً من التحقيق فيها، غير أن ظهور المتطرفين الخطرين على الأراضي الأمريكية شكل تحدياً صعباً، وبخاصة بعد موجة الاعتداءات الإرهابية التي نفذها إرهابيون منفردون كالاعتداء على ملهى أورلاندو عام 2016. مدير FBI يعينه رئيس الولايات المتحدة لولاية واحدة من 10 سنوات، وذلك تفادياً لأي ضغوطات سياسية، إلا أن الرئيس قادر أيضاً على عزله قبل نهاية ولايته.